السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نورشانيل للوصفات. أتمنى أن لا تكونوا مللتم من هذه المقدمة. فكرة اليوم أو وصفة اليوم هي وصفة قديمة من التراث القديم، معروفة عن الجدات كما رأيتم في العنوان، وهو الرماد. طبعا الرماد الناتج عن الفحم. إذا كان لديه اسم ثاني اتركه أسفل في التعليقات لكي يتعرف عليه الجميع. بصفة عامة هو اسمه الرماد. كما قلت هي وصفة كانوا يستعملونها قديما لإزالة الشعر، طبعا بطريقة ثانية، لكن المهم هو أن يعني فوائده رائعة جدا 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 لهذه المسألة. طبعا لا يترك الشعر ينمو تحت الجلد، يعني أصحاب البشرة الدهنية يعانون كثيرا من هذه المشكلة، ويخفف آلام إزالة الشعر. وأصحاب البشرة الجافة يعانون من هذا المشكل، وهو آلام إزالة الشعر. لذلك يعني وصفة اليوم هي مناسبة لجميع أنواع البشر. إذن سوف ندخل في صلب الوصفة أو في صلب الموضوع. ماذا سوف نحتاج في هذه الوصفة؟ سوف نحتاج كما رأيتم إلى الرماد. الرماد طبعا كما قلت ناتج عن الفحم. تقومون بغربلة جيدا حتى يصبح بهذا الشكل، يصبح مثل الدقيق أو مثل النشا، يعني يسهل استعماله ووضعه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها. سوف نحتاج إلى حليب. طبعا أقوم بوضع القليل من الرماد. سوف أقوم بخلطه جيدا بالحليب حتى يصبح مثل كريم سهل الاستعمال. بعدما يصبح بهذا الشكل شبيه بالإسمنت لونا، و يعني في اللون يشبه الإسمنت، سوف أقوم ب أو تقومين بوضعه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها بهذا الشكل، ثم تقومين بعمل حركات دائرية حتى يمتصه الجل جيدا. بعد ذلك سوف أقوم بتركه حتى يجف تماما، ثم أقوم بوضع الحلاوة أو كريم إزالة الشعر أو إزالة بالموس، يعني كل ما تفضلون، لكن شخصيا أفضل إزالة الشعر بالحلاوة لأنه أو بالواكس لأنه يزال من الجدر أو من جذوره. إذن سوف أقوم بوضع الحلاوة كما قلت وإزالة الشعر، يعني أضعها فوق هذا الرماد بعدما يجف، سوف يزال الشعر تماما بدون آلام أولا. ثانيا هذه المنطقة سوف تحسين بها رطبة أو ناعمة بدون أي شيء أو أي مشاكل. ثالثا كما قلت يحارب الشعر الذي ينمو تحت الجلد. فوائد الرماد والحليب سوف أتركها أسفل في صندوق الوصف. جميع روابط الفيديوهات التي فاتتكم أو لم تشاهدوها سوف أتركها أيضا أسفل. متأسفة على أي إزعاج يوجد في الفيديو، وأيضا متأسفة على اللغة العربية لأن بعضكم لا تعجبهم طريقتي في التكلم باللغة العربية، لكن كما أقول دائما أتحدث بهذا الشكل لكي يفهمني وتفهمني جميع الدول العربية. إذا أحبكم في الله، أتمنى الوصفة أن تنال إعجابكم. طبعا هي من المجربات كما جميع وصفاتي مجربات، والحمد لله تنال إعجاب الكثير منكم. إلى اللقاء، لا تنسوا الاشتراك. متأسفة على أي إزعاج يوجد في الفيديو، وأيضا متأسفة على اللغة العربية لأن بعضكم لا تعجبهم طريقتي في التكلم باللغة العربية، لكن كما أقول دائما أتحدث بهذا الشكل لكي يفهمني وتفهمني جميع الدول العربية. إذا أحبكم في الله، أتمنى الوصفة أن تنال إعجابكم. طبعا هي من المجربات كما جميع وصفاتي مجربات، والحمد لله تنال إعجاب الكثير منكم. إلى اللقاء، لا تنسوا الاشتراك.